أهلا بكم إلى أهم مستجدات الأحداث على قناة الحدث الإفريقي. على بعد بضعة أيام من افتتاح فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2024، تعمل السلطات العمومية بمكناس على قدم وساق لاستقبال هذه التظاهرة الكبرى المخصصة للفلاحة الوطنية والدولية في أحسن الظروف. فمع اقتراب موعد هذا الحدث الهام، تبذل العاصمة الإسماعيلية قصارى جهدها على مختلف المستويات لاستقبال ضيوف هذا الحدث الاستثنائي الذي سيقام بين 22 و 28 أبريل الجاري في ظروف حسنة، بالنظر إلى كون التظاهرة أضحت منصة فريدة للتبادل والتواصل حول رؤية واستراتيجية التنمية الفلاحية بالمملكة، ومناسبة سانحة للالتقاء مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين. وتراهن مدينة مكناس إحدى المدن الأربع الإمبراطورية للمملكة على المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب لإعطاء دفعة قوية لنشاطها السياحي، على اعتبار أن المعرض يشكل أحد الرافعات الأساسية للجذب السياحي للمدينة وضحيتها التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار لاكتشاف أحدث مستجدات القطاع، وكذا العارضين المغاربة والأجانب الذين اعتادوا منذ سنوات المشاركة في هذه التظاهرة. شكلت نماذج مواكبة التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء المغربيات محور المناقشات التي جرت خلال ندوة انعقدت الجمعة بالرباط في إطار مشروع دارنا الذي يشترك في تمويله الاتحاد الأوروبي وتنفذه اللجنة الأوروبية للتدريب والزراعة. وشكلت هذه الندوة مناسبة لنشر وتقاسم نتائج الدراسة التشخيصية التي تم إنجازها في إطار مشروع دارنا الذي تم إنجازه بشراكة مع منظمة أحياء العالم وجمعية عين غزال 2000 بوجدة وجمعية النهضة بفيجيج والمكتب الإقليمي لفيدرالية رابطة حقوق الإنسان بورزازات والعرائش وشبكة رودبل بالحسيمة. وقد تمحورت هذه الدراسة على البحث في الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء والفتيات في أقاليم وجدة وفيجيج والحسيمة وورزازات من خلال دراسة حالة سوق العمل وتحديد القطاعات المبتكرة والواعدة لهذه الساكنة. شهدت جنوب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في استهلاك المخدرات القوية وخاصة الهيروين، مما أدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة حسب ما كشفت دراسة نشرت في مجلة الاقتصادات غير المشروعة والتنمية. وأكد معد هذه الدراسة التي تحلل دوافع هذه الظاهرة والسياسات المطلوبة لمعالجتها أن أكثر من 400 ألف شخص استهلكوا الهيروين بشكل يومي بجنوب إفريقيا خلال عام 2020، وهو ما يمثل أزيد من 1% من إجمالي السكان البالغين في البلاد. وحذروا من استهلاك مخدر الهيروين الذي ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية عديدة، مبرزين أنه تم استهلاك ما يقرب من 155 ألف كيلوغرام من هذا المخدر في عام 2020. جرى أمس الجمعة بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب والنيابة العامة لروسيا الاتحادية تروم تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة. وتنص هذه المذكرة التي وقعها الوكيل العام للمملكة لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة حسن الداكي والنائب العام لروسيا الاتحادية كراسنوف إيغور فيكتوروفيتش على تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلة بين الطرفين في المجالات المتصلة بعمل النيابة والادعاء العام وتعزيز التعاون في القضايا ذات الصلة بالجريمة ولا سيما جرائم غسل الأموال والتجارة بالمخدرات والتجارة بالبشر. أظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الأول من سنة 2024 أن 9.3% مقابل 9.7% من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهراً المقبلة. وأوضحت المندوبية في مذكراتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر أنه وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ نقص 81.4 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في نقص 80.7 نقطة ونقص 76.1 نقطة على التوالي. وأورد المصدر ذاته أنه خلال الفصل الأول من سنة 2024
صرحت 96.9% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرضت ارتفاعاً خلال 12 شهراً الأخيرة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 96.5 نقطة. تم مساء الخميس بنيويورك اختتام الجولة الترويجية التي نظمها المكتب الوطني المغربي للسياحة على 3 مراحل بالولايات المتحدة لإبراز تنوع العرض السياحي والفندقي المغربي والرفع من حصص السوق الأمريكية الواعدة. وخلال حفل بهيج يعكس الأصالة المغربية حضرت شخصيات أمريكية وفاعلون سياحيون وإعلاميون من الحاضرة الأمريكية الكبرى للتعرف على غنى وخصوصية وجهة المغرب. وفي كلمة بهذه المناسبة سلطت مديرة المكتب الوطني المغربي للسياحة بأمريكا الشمالية سهام فتوحي الضوء على المؤهلات السياحية والبنية التحتية الحديثة التي تجعل من المملكة وجهة مفضلة لعدد كبير من الزوار من جميع أنحاء العالم. أطلق المركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس الخميس النسخة 3 من برنامج سيدات المقاولة التي تستفيد منها 150 امرأة مقاولة بجهة فاس مكناس. وأوضح المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس ياسين التازي في كلمة خلال لقاء صحفي أن برنامج سيدة المقاولة يهدف إلى تحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة من خلال توفير مواكبة مندمجة لنساء المقاولات بالجهة. وأشار التازي إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز المبادرة المقاولاتية بكافة عملات وأقاليم الجهة وتشجيع وخلق المقاولات وفرص الشغل المحلية، وتابع أن هذا البرنامج المبتكر كان له أثر إيجابي من خلال تحسيس ودعم أزيد من 400 امرأة مقاولة بتمكينهن من الآليات والموارد الضرورية لإنجاح أفكار مشاريعهن وتطوير أنشطتهن. تتطلع الشركات البرتغالية إلى الاستفادة من كأس العالم 2030 المقبلة والتي ستستضيفها البرتغال وإسبانيا والمغرب بشكل مشترك لتعزيز حضورها في السوق المغربية. وذكرت الوكالة البرتغالية للاستثمار والتجارة الخارجية وهي وكالة حكومية في بيان لها أنها تنظم في إطار التنظيم المشترك لكأس العالم 2023 بين البلدان الثلاثة ورشتي عمل يومي الخميس والجمعة لتعريف الشركات البرتغالية بفرص الأعمال في المملكة، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تندرج في إطار جهودها لتعزيز الصادرات والتوسع الدولي للشركات البرتغالية. وركزت الورشة الأولى التي انعقدت في بورتو على سوق صناعة السيارات في المغرب، وذلك بحضور ممثلين عن الوكالات الحكومية المغربية والمنظمات القطاعية لتقديم المعلومات للشركات المهتمة بمعرفة المزيد عن خصائص السوق المغربية، فيما تتناول الورشة الثانية التي تحمل عنوان التوجه إلى السوق المغربية بيئة الأعمال في المملكة. وذكرت الجمعية في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن المغرب يعمل على تعزيز مكانته العالمية ويتميز عن غيره من الدول باستقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويحافظ على علاقات تجارية قوية مع كافة الدول الأوروبية. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.